التفاصيل الكاملة لحنين حسام ومؤدة الأدهم واللي حصل معاهم والمشكلة ووجهة نظر بقى الناس المختلفة في إن هل هما كده اتظلموا ولا لأ؟ هل هما كده حياتهم ضاعت ومستقبلهم ضاع ولا لأ؟ أنا هحكي الحكاية من البداية خالص. أول ما نزلت أبلكيشن تيك توك عندي كان لسه ما فيهوش قضايا أو موضوعات اتجاه مثلا مودة أو حنين. وكان ساعتها اكتر حاجه معموله على الابليكيشن ده انه بتجيب اغاني بترقص عليها او بتجيب مقاطع صوتيه مشهوره لممثلين او لنجوم وبيعملوا زي رياكت كده او يعني تمثيل لمشهد بطريقه معينه. مثلا ابليكيشن قبل الحظر بتاع كورونا ومشكله كورونا كان موجود، ولكن كان مش معلهوش نور خالص، يعني كان مظلم. وكان ساعتها معظم الشباب او الناس اللي عندها اكاونت على انستجرام او فيسبوك او يوتيوب شايفين ان تيك توك ده حاجه ضعيفه وبسيطه وقليله، وما كانش ساعتها في اتجاه خالص لان تيك توك ده يكون موجود. ساعة بقى كورونا والحظر بتاع كورونا وان الناس قعدت في البيوت، معظم الممثلين والنجوم والفنانين وغيره والمشهورين والشخصيات العامه يعني عملوا اكاونت على تيك توك للترفيه. كان في الوقت ده بقى في موجة من الفيديوهات أشبه بالجنسية وأشبه بالفيديوهات اللي فيها يعني عيب على مجتمعنا. بجد دي حقيقة، يعني عيب على المجتمع إنك تشوف واحدة زي مودة حياتها عبارة عن لابسة شورت مثلا أو لابسة حاجة عريانة فعلا وعمالة ترقص على البول وعمالة ترقص في الشارع وبدأ يبقى فيه ناس بيقلدوها. وكذلك حنين حسام واحدة محجبة ولكن انها كانت لابسة هدوم بطريقة مستفزة على جسمها وكانت بتقف وقفات كلها ايحاءات جنسية قدام الكاميرا على تيك توك. وساعتها بدأت اللمبة الحمراء تنور ان يا جماعة في غلط في الحتة دي. فجأة لقينا ان بقى في موجة من البنات بدأت تعمل زيهم واكتر. ليه؟ لان هم لقوا منظر مودة كان عامل ازاي بعد سنة بقى شكلها عامل ازاي. شافوا حنين حسام، معلش عيلة صغيرة عاملة في نفسها كده بقى عاملة ازاي، بعد حاجة بسيطة بقت عاملة ازاي. بدأت بقى تظهر فكرة المشاكل اللي دارت ما بين حنين وأحد الأفراد، وكانت خناقة كبيرة وحنين ترد ومش حنين ترد، وكانت مسمية نفسها ساعتها هرم مصر الرابع لانها كانت عامله يعني ان هي نجمه نجوم المستقبل. اللي حصل بقى انه معظم الناس اللي شغالين في الديجيتال ميديا او في السوشيال ميديا عارفين ان في جوانب خفيه كتيره للسوشيال. ايه بقى نماذج شكل البيع على الديجيتال او على السوشيال ميديا بشكل عام منتشر؟ كان من اهمها بقى برامج اللايف. برامج اللايف بقى اللي هي زي لايكي اللي هم السبب القضية الرئيسية، أو برامج تانية كتير بيجو وتندر وغيره غيره، يعني في برامج كتير جدا، ولكن كان لايكي هو أكتر برنامج يعني شوية عليه ناس بتعمل له داونلود كتير. قامت جت بقى حنين حسام ومؤدة الأدهم فجأة لقوا إن في طاقة قدر اتفتحت لهم، إن تعالوا يا جماعة دخلوا معاكم بنات في جروب جوه الأبلكيشن دي، الناس دي تطلع لايف ويبقى في حاجة اسمها روم عادية اللي هي اللايف الطبيعي العادي، وفي برايفت بقى حاجة لايف برايفت، يعني بدفع فلوس فبتفتح تشانل برايفت بين البنت والراجل اللي هو طلب او دفع الفلوس علشان يدخل. طب ده معناها ايه بالبلدي؟ معناها ان دي دعارة، معناها ان دي بيع اعراض، معناها ان دي يعني دعارة، عملية دعارة. تمام؟ فاتسمت بطريقه افضل اعلاميا علشان خاطر لما الخبر يتناقل اعلاميا، الاتجار بالبشر. ان انا اجيب واحده واغريها بالفلوس واقول لها لو طلعتي لايف على الابليكيشن ده واتدلعت شويه واتعملت شويه، وطبعا الموضوع بيتطور عن الدلع، هتاخدي فلوس وانت قاعده في بيتك. فيا هنا يا سعده اللي يكسب فلوس وهو قاعد في بيته، يعني النهارده قاعد في بيتي وبكسب فلوس، فايه البساطه والحلاوه دي؟ فطبعا الموضوع بدا يزيد وبدا الريحه بقى تبان بزياده قوي.
وبدأ يمكن تكون كمان النعمة كانت باينة على مودة الآدم أكتر من حنين، ولكن كانت حنين معلمة أكتر من مودة. يعني مودة معلمة برضه ومشية صبيان والكلام ده كله، بس كانت حنين معلمة بزيادة، والمعلمة دي مش باينة في الكلام العادي، باينة في طريقتها، طريقة حنين قبل القبض عليها على طول. هاتوا فيديوهات اتفرجوا. معلمة، معلمة في شارع الهرم بتدير شبكة بتتكلم ازاي، ولا يا حبيبتي ومش عارف ايه، وشوفوا كان ليها اكتر من تسريب كده لمكالمات او لفويس نوت بعتها لحد. اللغة اللي كانت بتتكلم بيها دي لغة اللي هم القوادين، اللي هي لو ما جيتيش وما عملتيش مش هتدفعي، مش هتعملي. يعني ايه ده دخله ايه باللايف، ودخله ايه؟ يعني انا النهارده طالع لايف، الطبيعي ان انا عملت قعدت في اللايف زي تيك توك كده بيدي فلوس على اللايف، بس بيدي ازاي؟ قعدت لايف فترة طويلة، كنت مفيد مع الناس، بتقدم معلومة، بتقدم كونتنت، فيبدأ بقى الناس تدي لك كوينز او تدي لك حاجات كده بتتبعت يعني في اللايف. الحاجات دي بتترجم ماليا عند إدارة تيك توك، فبيبدأ يبعتوا لك الفلوس. اللي كان حاصل الناحية التانية ما كانش له كده علاقة بكده، وكان دعارة رسمي. طب خلاصة الموضوع، هل ينفع أتعاطف مع مواد الأدهم وحنين حساب لمجرد إن سنهم صغير؟ هو للأسف، للأسف انسانيا انت لازم تتعاطف لانه مستقبل واو، ولكن مجتمعيا الاتنين دول سبب رئيسي في ان في فتره كده عدت على تيك توك وما زالت موجوده، بقت مزبله، بقت مسخره، بقينا اشبه بابلكيشن دعاره. اللي عايز يدخل يتفرج على دعاره كان يفتح تيك توك. لما الاتنين دول اتقبض عليهم، البنات اتلمت، هديت، فهمت يا جماعه لا مش دي الشهره، يا جماعة لا مش دي الفلوس. ما طول عمر الدعارة موجودة، ما هي ما اختفتش ولا هم ابتدعوها، لكن هم عملوا حاجة جديدة، عملوا فكرة ان فتحوا مجال للدعارة جديد. وانت قاعدة في بيتك هتجيلك فلوس، كل اللي عليكي تدلعي شوية، ترقصي شوية، الموضوع يخلص. فالفكرة كلها في ان هل ينفع تتعاطف ولا لا؟ انا بقول لك اهو لا.